هذا وأدانت كتلة المستقبل اللبنانية والحملات التي تستهدف المملكة العربية السعودية منددة بالتدخل الإيراني في شؤون البلدان العربية. وشددت الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في بيان لها على العلاقات الأخوية مع المملكة، داعية إلى مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السعودية من قبل أدواتها في اليمن وغيرها. كما جددت الكتلة وقوفها وراء الحريري رافضة ما يمارس عليه من مزايدات ونقران لدورها التاريخي في دعم لبنان. رفضان حملهما بيان كتلة المستقبل بزعامة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري. الرفض الأول ضد حملات استهداف السعودية، والرفض الثاني كان ضد محاولات تدخلات إيران في شؤون الدول العربية. كتلة المستقبل نأت بنفسها عن محاولات الزج بالرياض فيما أحيط باستقالة رئيس الحكومة. بيان الكتلة شدد على أن أي حملة تستهدف السعودية هي بمثابة جزء من مخطط لتخريب استقرار لبنان. وفيما يتعلق بتدخلات إيران في المنطقة، اعتبرت كتلة المستقبل أن هذا ما هو إلا عامل من عوامل تأجيج الفتن والصراعات والحروب في المنطقة. وفيما يخص الحريري فقد جددت الكتلة دعمها له، وإنها تنتظر عودته إلى لبنان. بيان الكتلة جاء في أعقاب نفي السعودية على لسان القائم بالأعمال السعودي في لبنان أن يكون الحريري قيد الإقامة الجبرية على أراضيها، مشددة على أن عودته رهن به شخصيا. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد طالب السعودية بتوضيح الأسباب التي تحول دون عودة الحريري إلى بيروت، وشدد على أن أي موقف أو تحرك يقوم به الحريري ما هو إلا نتيجة الوضع الغامض والملتبس الذي يحيط باستقالته. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فادي عكوم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أهلا بك أستاذ فادي بداية. أهلا وسهلا. أهلا بك. هل ترى خطوة ظهور الحريري على التلفزيون حاليا جاءت في الوقت المناسب أم متأخرة بعض الشيء؟ لا، ليست متأخرة، يعني أتت في الوقت المناسب لتصدح وتكشف الأكاذيب السابقة التي تناولت وضعه في المملكة، أو كما قال فريق الثامن من أزار بأنه قيد الإقامة الجبرية ومحتجز ولا حرية له في الإطلالات أو في الاتصال. ومن يراقب تيار المستقبل أو السياسة السعودية بشكل عام فهذه هي الطريقة المتبعة منذ سنوات، أي عدم الرد مباشرة على الإشاعات بل التريث والإطلالة بشكل يعني مدروس لوضع النقاط على الحروف. إذن توقعاتك لما سيقوله الحريري وأيضا توقعاتك لتأثير ذلك على الساحة اللبنانية في الداخل كذلك؟ يعني لا شك أن إطلالة الحريري يعني أولا ستوقف الإشاعات التي تطلقها الآلة الإعلامية التابعة لتيار الثامن من أزار. النقطة الثانية أعتقد بأنه سيعيد تناول مسألة خطورة يعني خطورة تعرضه للاغتيال في لبنان في ظل وجود معلومات أمنية مثبتة بزرع العديد من آلات التشويش الخاصة التي تشوش على مواكب الحراسة التي كانت تتكفل بحمايته. النقطة الثالثة والأهم وهي تأكيد الحريري الذي يعتبر حاليا في شعبية زائدة أكثر من قبل في لبنان بعد ما حصل، أن يعيد مسألة سلاح حزب الله إلى الواجهة. نعم. وتمدد الحرس الثوري الإيراني في لبنان ومصادرة قرار الحرب والسلم. بالتالي فأن إطلالة الحريري ستكون رسالة موجهة إلى الفريق الآخر، أو يعني ستنكشف فيها الشروط وهي معروفة منذ زمن: وقف هيمنة الحرس الثوري وحزب الله على الدولة اللبنانية. نعم. وترك قرار الحرب والسلم بيد الجيش اللبناني. شكرا جزيلا الأستاذ فادي عكوم المحلل السياسي اللبناني، كنت معي عبر الهاتف.